عليكم. معكم أستاذ زكريا العافية، مدير مهرجان ديال ميس لونطانا ماروكو 2019 بروميير إيديسيون. باش نعطي واحد التعريف على ميس لونطانا، شنو هي ميس لونطانا؟ هي واحد الشجرة اللي كتعطي أجمل ورود كاينين في العالم، وعندها بزاف ديال الفروع بزاف ديال الأنواع، منهم لونطانا كامارا. هاد الوردة هادي يعني مصنفة من أجمل الورود، وحنا خدينا كفكرة بأننا تكون لا بروميير إيديسيون ديال هاد ديال هاد ديال هاد الورد هذا، وتكون ملكة جمال، لأن الورود كتعطي واحد الجمالية للمرأة، كتعطي واحد الجمالية لابوتي، وعندها واحد بزاف ديال الأشياء اللي هي جميلة. بالنسبة كما كتشوفوا عندنا في لافيش في الورود هنايا، يعني عندها واحد بزاف ديال التناسق ديال الالوان ديال الجماليه، وفكرنا اننا نديرو لا بروميير اديسيون ديال ميس لونطانا، وتكون واحد لا ميس اللي غادي تعطي واحد شنو نقولوا، واحد لا بوتي اللي هي زوينه في المغرب ان شاء الله. السلام عليكم، معكم الممثله اسماء بنزاكور. انا جيت فرحانه وجيت سعيده انني كنت واجد مع اخوتي والاصدقاء ديالي في هذا المهرجان الرائع، مهرجان ميس لونطانا ماروكو 2019. انا من ضمن لجنه التحكيم، وصراحه يعني شفنا بنيتات ما شاء الله عليهم زوينات، صعيب انك كيفاش تختاري من بيناتهم، لان تبارك الله الجمال موجود معنا، الحمد لله موجود كاين في المغرب ما شاء الله عليهم. و يعني القانون ديال المهرجان انه خصو يكون غير 12، وتبارك الله يعني وصلنا يعني اكثر من 40 وحده ما شاء الله عليهم. وكنتمنى ان شاء الله مهرجان تالق ونجاح، هذه الدوره الاولى كنتمنى ليه ان شاء الله يكون دوره 80 100 باذن الله. تحياتي لكم ومرحبا بكم. السلام عليكم، معكم مجيد تاجوي، مدير فني المهرجان ميس لونطانا 2019 ورئيس التحكيم في الكاستينغ ديال اليوم 10 فبراير في ملتقى الاجيال. وحنا جد فرحانين اننا نكونوا نشاركوا كلجنه التحكيم، وتتمنى للمشاركات التوفيق والنجاح، وتتمنى لهذا المهرجان الاستمراريه والنجاح والتوفيق. وشكرا. السلام عليكم، ميس فاشن شو 2018 مجدوره الكاميرو، جيت اليوم كنا ديال لي جوري ديال كاستينغ ميس لونطانا في ملتقى الاجيال. ان شاء الله نتمنى خير في هذا المستحق الكاستينغ، يدوز مزيان ان شاء الله، نتمنى التوفيق للجميع. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.